طبعا السلام عليكم، هذا تسخين هالاسبوع سوالف الربوع. السلام، تعرفون من هذا؟ علمكم بعدين حق ما يعرف. تويست مو يعقوب اليوم. اليوم عندنا حلقة ان شاء الله جيم اوف ذا يير. هذا تسخين خلف الكواليس. شوف علي ويانا اليوم، شوف تخيل قاعد يطول كل هذا. انا جيت عشان ادوركم ما شاء الله. وطبعا هني اخواننا مرات يجي شوف 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 طبعا شلون سنقك. يا سلام. ها يعقوب وطالب الفريله باللوك الجديد. ايه ليش ما سوى ابديت؟ وطالب الفريله باللوك الجديد ليش ما سويت ابديت؟ بس ضبط خمسه على اساس شيل HDMI هذا كلكم خمسه. لا طبعا خمسه بس تشارك خمسه طبعا. أيوة ربح كويتي دبل بروفيت على طول. التيشيرت الفاضي تاير. ها تاير بس خلاص بس خلاص تاير منتج بالبنك المركزي منتج كويتي. ايش رايكم طلعوا الوضع وايد قريب؟ جرب شوف شوف. لا ضعفان ضعفان ما عليك. باستر سترونجر بيتر. هو لا لا وايد دائما خليها. لا لا دائما دائما خلص. يلا طيب راح يكون عندنا اكثر من سيجمنت ان شاء الله بقفله جيم اوف ذا يير. يا احنا نحضر الاكل. ها اوه بالعافيه احنا نجرب الاكل قبل الله. يا سلام. اي هذا تستر. هذا اذا خلص اذا بقي شوي اذا بقي شيء ما معك. هذا ترى حالاته بالتسجيل. شوف اي عشان المستمع والمشاهد اثنين مشتهون. لازم اي طبعا نعذبهم. اي لعبه اي لعبه ديث ستراندينج حدك عاد شابتر 11 مال شابتر ابداع كوجيما مو قالوا 50 ساعه توتوريال في كذي رب الكعبه باقي لها لعبه كان احاول اقص على نفسي قاعد اقول انه بيطلع منها شيء ما بيطلع منها شيء قالوا اخر شابتر هو بس طلع شنو فيديو يعني مو جيم بلاي يعني ما تلعب طالع يوتيوب ليش على اللعبة ما شاء الله احسن شيء سويته. افا والله ما تستاهل ودي. كوجيما قاعد 4 سنين خليه يروح يخرج. انا ناطر اللعبة هذه تنزل علشان يطبون فيها الكريتكس. انا قلت اللعبة لو نازلت على ايام التفجير يعني كلعبة ثانية نزلنا فندرز كان قلت حلوه اللعبه يطلع من كوجيما. ايش معنى فتره هذه مو لعبه كمباك مو لعبه انت تقطع الديفلوبمنت 5 سنين وقصتك مع كونامي بعدين ترد يعني تبي تقول انا اللي اسمي كوجيما برودكشن وانا اللي بوريكم اللعب شلون على اصوله طلع لنا بحمار نفس هذه مره ثانيه. انا ضيعت اسمه يعني اسمه بالنسبه لي صار هو وين انس منو تجاكي هو بس عر شويه عن نينجا جايدن قام يسوي العاب حمار وي وما شنو. انا الحين اقول انت شلون ما استوعبت يعني هو طول دربه يعني اللي قاعد يسوي ديفلوبمنت بتويتر 24 ساعه والله شفت فيلم فلاني رحت المطعم ماي واي مو البرمج هو مره ثانيه الحق على كوجيما مطاطي يا الصبح اخر اللعبه كلها على فكره شويه والله مشكله كل مطور يعطيهم ممثلين احسن الحريه الزايده حق مطور تقتل. لا 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 ما له لا 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 يسمونه اقراشي يطلع بلاد ستينج حياته ما فيها اقراشي خدمات وايد وعند هذه لعبه لحظه بلاد ستينج انت قاعد مو قاعد تغش اقراشي شوف حق لعبه كذي خذ وايد وقت لعبة حلوة بس معيوبة للرأس. صح لعبة حلوة كجرافيك وايد قوية. ساوند تراكات
وايد قويه اصلا. سام شخصيه يا اخي سام تبي نختم لعبه صممت لاشخاص معينه فقط. لا نعم صعب اليوم لا قاعد غسل هذا فكر غبي. كوايت مان هم صممت لناس معينه. كل الالعاب كذي مو بس كوايت مان صممت لاشخاص معينه يعني معينه حيل 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 ذاكرين البرسام الاشخاص بس انت كنت فلان ابن فلان اللي مولين صممت حق محل. والله لما كوايت مان انا الصراحه اعتقد مشروع هذا طبعا انت كوايت مان مال سكوير انكس انت فاهمين البجت مالي طبعا طبعا ما راح نبجني عموما ان شاء الله راح نبلش البث على الساعه 8 كذا مو 9:30 خلكم على twitch.tv/luckygengamers راح تشوفون ان شاء الله الحلقه تابعون بالديسكورد عندكم ديسكورد انت شغلك انت ديسكورد متحسن ان شاء الله سيت بس خلص من يلا شوف علاوي خلص لكم سيت ليش علاوي ده ستراندنج ما عجبتك سام مسكين جايبين السيجمنت الاخير اللي راح وناس انساس قاعد شايشهم بس كلهم يشتغلون الحين قاعد تخليه يطلع يفضفض مفروض الحلقه مو الحين بتكلم عن ديث ستراندنج اليوم؟ ايوه انا وعليه لازم نكون نفس السنت صدق؟ لا ما صح انا تجار مشاكل انا وعليه يكون نفس السنت انا انت تكون ويانا حسبالي شو اسمه؟ انت ايش تبي انت؟ مو جيم اوف ذا مو جيم اوف ذا كار بايل اب اكسلنت زين السؤال احنا بنتكلم ويستمع لك يمشي سيجنال لها يا ما يصير فرحان لها حلقه خاصه انا حاجز لا تكفى اخذ فرحان لا لا انا فرحان بس استعارة ما تبي؟ اشهد يا تاريخ اشهد يا يوتيوب بيستغني عن فرحان مع خدماته أقول لك فرحان كلمني على الواتساب ان شاء الله نتفاهم حيا ان شاء الله خلاص خلينا انا كريت مو بيعطيك لا عطس ترى انا ابي حلقه خاصه صار دهر حلقه سنكين للحين ما سويناها صدق؟ اي والله كان على اساس انه قبل سفرتهم اليابان اهم شيء تسوي حلقه عن اسنكي 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 بتسكر الحين ما خلصوا حلقه اي صدقك انت اسنكي ان شاء الله ان شاء الله المهم تابع البث بعد شوي وان شاء الله تستمتعوني انا وايد جيم مدير العاب حلوه سوالف حلوه الجي جي كروس اي جي اي جي وان شاء الله يكون نقاش ايجابي من غير طاقه سلبيه على ديث ستراندنج من غير طاقه سلبيه انا راح اضبط الانسان هذا ان شاء الله انسان طبعا انا احطها بكوتيشن اي هي مشكور يا علي على الانسانيه علي ستريم مان ايش في ستريم مان كاميرا مان كاميرا مان كاميرا مان يلا اللي تأشر حق المخرج اشرح حق مال الكاميرا هذا شيء ناشر له عرفت يلا اشوفكم بعد شويه لا اذكر بودكاست